بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن عصام عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال. كابتن انا سعد. منور يا كابتن. ربنا يخليك يا ابو كباتن. اربع اهداف. اربع اهداف طبعا. فاكرهم؟ سوبر هاتريك. اصل هو حكم لي ماتش كل استوديو هيقول لي اربع اهداف اقول السوبر. الله يخليك. مبروك للنادي الاهلي، لاعبين وجمهور، مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وهارد لك نادي الزمالك النهارده. مباراه كابتن ايمن استمتعنا بيها. هتكلم في نقطتين مهمين جدا في البدايه قبل ما اروح للحكم كابتن بلال. اتكلم في الدقائق 65 69 88، دول الثلاث دقائق لما نيجي نقيم الحكم بنقيم الحكم عليه كابتن عادل على اختبارات الصندوق. ممكن حكم يحكم 90 دقيقه او 35 دقيقه ما عندوش اي اختبار يا بلال، صح؟ وبالتالي ما تقدرش تحكم عليه. ولكن تقييمنا للحكم في الثلاث توقيتات اللي هم داخل مناطق الجزاء، نشوف هو تصرف فيهم ازاي، نشوف قراراته كانت ازاي. دي نقطه. النقطه الثانيه، خلينا نتكلم النهارده، يمكن بتفق مع كابتن ايمن شاوي بيتكلم بيقول النهارده الجمهور، جمهور النهارده والاداء الرجولي للاعبين، حماس الجمهور وتشجيعهم كابتن ايمن. الشوط الثاني سهلوا من مهمه الحكم في المباراه. النتيجه احيانا بتنسي الاخطاء يا كابتن اسامه، النتيجه لما تكون عاليه بتنسي الاخطاء التحكيميه وبنقول الحكم كان كويس، ولكن هو كان كويس، اخطاءه لم تؤثر في نتيجه المباراه. ولكن لما نيجي نحلل تحليل تحكيمي بعيد عن النتيجه، احنا قلنا مالناش علاقه بالنتيجه كابتن بلال، تحليل تحكيمي في الاخطاء. عندنا حالات كتيره جدا مع التحليل، هنشوف ثلاث حالات مهمين جدا. هل نجح في الثلاثه؟ هل نجح في الاثنين؟ هل عنده واحده؟ نشوف الحاله الاولى كابتن ايمن معانا على طول، حكم سلوفيني، هو يعني كان في كاس العالم ادار مباراتين كابتن اسامه، الارجنتين والسعوديه، وادار مباراه انجلترا وويلز، كان مردوده مش قوي. ولكن انا قلت ايه، انا امل ان في مباراه القمه يؤدي افضل من مباراه كاس العالم. خلينا نروح للطاقم الكامل كان من سلوفينيا، استثناء الحكم الرابع كان نادر قمر الدوله، وكان حكم الرابع من مصر. اعتقد زي ما قلت اخطاء تحكيميه لا تؤثر في نتيجه المباراه، لكن خلينا نحلل حاله حاله في نشوف الدقيقه الاولى. الحاله الاولى يا مجدي، وهذه الحاله مهمه جدا جدا، شوف الحكم بس من اول لو في لايف عندك، هرجع تاني للحكم. دايما نتكلم عن الحكم كابتن اسامه في تحليلنا. معلش يا مجدي هتعبك معايا النهارده، معلش، لان بس ارجع هات لقطة الحكم بس، شوف هو فين كابتن. هنا الحكم بص فين، بس 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 ورا اللعبه مباشره. فين يا كابتن نمر؟ ايمن ورا اللعبه الحكم اللي هو دخل وخلق زاويه رؤيه ممتازه ممتازه ورائعه عشان يكتشف، لان دي احنا قلنا دي مهمه الحكم، واحنا بنحكم على الحكم من هذه الحالات. نشوف هنا الحاله ديت، يلا خلينا نمشي نشوف هنا، شوف مين اللي راح لمين يا كابتن. ده احتكاك لا يكفي تماما لاحتساب مخالفه كابتن اسامه. شوف هنا امام عاشور، حسين الشحات. لو شفنا هنا اللعبه دي تاني مهمه قوي قوي، نشوف هنا ان امام خلاص يعني هو لما زق الكره كابتن احمد ما عندوش فرصه يروح وياخد الكره، ولكن هنا ايه؟ هو توقع ان هنا الشحات يجي ويتقابل معاه في نقطه واحده، ولكن هنا الالتحام التحام مسموح به، وكان قرار حكم كان قرار رائع يا كابتن ايمن. والله في حكام ثانيه بتحسبها يا كابتن. خلي بالك انا زي ما قلت لحضرتك تقييم الحكم في هذه الحالات مظبوط. بعض الحكام ممكن ايوه يعني بياخد عارفينه واحنا عارفينه، ولكن هو دوت ليه خد بالتفاصيل يا كابتن؟ هو ده قرب كويس قوي وشاف، زي ما قلت هنا بنشوف هنا اللقطه اللي جايه دي مهمه. بص مين رايح مين، بص يا كابتن هنا تاني نرجع بينه وبين اللعبه مفيش 3 متر بس، وهنا الكتف هنا يعني التحام لا يرتقي ليه احتساب مخالفه، وبالتالي هنا كان قرار استمرار اللعب كان قرار ممتاز ورائع من الحكم السلوفاني. يلا خلينا نروح للحاله الجايه. ده اول اختبار اعتقد نجح فيه بشكل جميل جدا جدا. نيجي للحاله دي مهمه جدا جدا، اعتراض كبير جدا من لاعبي نادي الزمالك، والكل ذهب للحكم وقال لهم ما فيش مشكله خالص في الفار. خلي بالك هو ما حسبش وكان قراره صح كابتن اسامه. وهنشوف اللعبه ديت وهقول لك احتمالين في هذه الحاله. ادي الحاله الاولى تمركز حكم تمركزه كابتن اسامه، احنا قلنا في البدايه ايه؟ انت كلامك رائع
لو الحكم مش متواجد يا كابتن هنتكلم كتير على الحكم ونتكلم في الكره. هنا كابتن هنا الكره بتسدد وشوف هنا انكماش لاعب نادي الاهلي بيلم ايده بيلم جسمه كله علشان ايده ما تبقاش ما تكبرش الجسم. وبالتالي حتى هنا سؤال، طب لو نفترض جت في الايد كابتن، يعني يا ريت الكاميرا تيجي عليا كده مرجاوي انا مثلا كابتن اسامه، الكره بتشاط عليا وانا رحت عامل ايدي كده جوه في محيط صدري. سؤال، هي جت في الايد، طب سؤال لو انا شلت الايد هتيجي في بطن، تيجي فين؟ في جسم، في جسم. مظبوط، ده مفهوم يا كابتن، مفهوم صح. التحكيم اذا حتى لو كان جت في الايد يستمر اللاعب اللي هي الكره ايه بتيجي في الجسم. كابتن ناصر على فكره لو مشيت اللقطه شويه هو نفسه لما لعيبه الزمالك جريت عليه قال لهم ايده في ايده بالزبط. في جنب يعني بالزبط. هو الحكم نفسه شاور هات ان هات كده كابتن اسامه قال حاجه جميله جدا، هنقول شوف كده نشوف الحكم نقول لهم ايده في جنبه، نشوف هنا نشوف كابتن اسامه قال حاجه جميله جدا، نشوف الاعتراض، نشوف اللقطه والاعتراض هنا بمطالبه ركله جزاء. عموما يا كابتن انا بتكلم في ايه؟ لا لا شاور لهم انا فاكرها كويس، بتكلم في ايه؟ حتى كمان لو هو محتاج مساعده الفار موجود، ولكن زي ما قلت ده مفهوم مخالفات لمس الكره بايد. هنا مفيش مخالفه زي ما انت كابتن، لو جمل جت في ايده وايده في صدره شيل الايد هتيجي الكره في بطن لا وتر، هنا لا يوجد مخالفه. ونشوف هنا حتى كابتن بص الايد مضمومه ازاي يا كابتن عادل، الايد في محيط هنا نجح الحكم في هذا القرار ايضا بعدم احتساب مخالفه، وانا بحييه على هذا القرار. اللعبتين تمركز ولا اروع يا كابتن احمد في اللعبتين. خلينا نروح لي انا جايب الحكم المهم يا كابتن ايمن سريعا حاله بعد كده. هذه الحاله بص هنا هاري هات الحكم تاني، وده اللي احنا بنقوله دايما ستوب كابتن، احنا بنقول دايما الحكم الشاطر ان يتوقع الحدث يتوقع ويبتدي يفتح شويه سبرنت صح، مهم جدا تتوقع ان هيحصل حاجه، يا تحايل من اللاعب المهاجم يا مخالفه يا مخالفه من الحارس، يعني اللعبه هيبقى فيها اكيد قرار. وبالتالي هنا بنشوف الحكم، هتلاقي الحكم سبرنت وطى واستكشف وراح مظبوط، هو ده ركله مرمى ده قراره. تعال نشوف الحاله يا كابتن واحده واحده، عشان احيانا الاخطاء لما تكون النتيجه عاليه لا ننظر الى اخطاء التحكيميه. شريف هنا حط، تعال شوف لي الرجل الشمال مش اليمين، الرجل الشمال لشريف يا كابتن بلال وعواد. كنا حسبنا ركله جزاء على الشناوي في ماتش الاتحاد السكندري لما راح بركبته في صح. المهاجم مزبوط. صح مزبوط. قلت ركله جزاء ليه الاتحاد السكندري على الشناوي. انا هنا اشوف شبيهة. هنا اشوف هنا كابتن هنا مزبوط. القدم الشمال مش معنى انك انت تخش وانا العب ان انا ما حاسبكش، ولكن انا طبقا للتحليل التحكيمي انا هنا شايف ان هنا الركبه في القدم الشمال، وبالتالي هنا كان في مخالفه. يعني اذا الاهلي له ركله جزاء صحيحه ومن وجهه نظري ولا مجامله. خلي بالك الاهلي كسبان 3-0 وممكن اقول ان مفيش ركله جزاء، ولكن احنا بنتكلم العداله التحكيميه على الكل. صحيح. انا قلت دي بالظبط على الشناوي كابتن اسامه لو انت تفتكر لما راح وكمل وركبته جت في اللاعب المهاجم راجل حكم حسب، وانا كان محمود البنا على فكره كان حكم. ايوه هنا ركله جزاء لم تحتسب لي محمد شريف، لم تؤثر في نتيجه المباراه. صح. يلا خلينا نروح للحاله بعد كده. حاله من الحالات المهمه ايضا، والحكم هنا دايما هو قريب. شوف هنا الكره دي مهمه قوي 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 عند المساعد رقم واحد، وهو هنا امر باستمرار اللعب، يعني لو جت جون كان هيحسب هدف. نشوف هنا نقف لحظه التمرير. مفيش تسلل. ها كابتن احمد. مفيش تسلل يا كابتن. حاله صعبه جدا. بس هو المساعد عمل يا كابتن، شوف التمركز واقف الحكم. واقف صح قوي. تمركز صح. تمركز الحكم يا كابتن. ايه رايك يا كابتن ميلاد؟ ممتاز فول ممتاز. ولا شفناه بعيد ولا شفناه متاخر. صح. وبالتالي هنا هو امر باستمرار اللعب. في الفار. خلي بالك لو كانت جت جول كان هيستنى الفار وياخد القرار، ولكن انا بشيد بالقرار لان هو كان عنده قرار، قرار استمرار ما اتخضش، كان عنده قرار، ودي ثقه الحكم المساعد تميز في هذه الحاله. انا يعني بحييه على هذه الحاله اللي امر باستمرار اللعب اللي كان ممكن يجي منها هدف وكنا ننتظر الفار. الحاله بعد كده نشوف هنا هذه الحاله، هو هنا ارجع تاني شوف يا كابتن هنا في مخالفه، خلاص في مخالفه، استنى ما استعجلش اتاح الفرصه، خلي بالك وراحت فرصه وشاور بايديه
ودي حاله من الحالات اللي الحكم يسمح فيها باستمراريه طالما الهجمه وادى الافضليه لنادي الزمالك. يلا الحاله بعد كده خلاص دي احنا خلصنا منها، اتاحت فرصه جيده. شوف هنا انا يعني انا بعتب عليه ان ده اعتراض، وانا يمكن هو اعترض امام في الحاله الاولانيه ناحيه المساعد رقم واحد هناك لما اعترض في الشوط الاولاني هو ما ادوش انذار، ولكن هو طبعا هو يعني شوف هنا هنشوف ان امام هنا نشوف هنا الاعتراض، خلينا نشوف الاعتراض بس انا اهم حاجه عاوز الاعتراض مش اللعبه، عاوز الاعتراض على قرار الحكم، لان هنا عندنا هنا في مصر بنلوم الحكام على هذه الالعاب. شوف هنا الاعتراض طبعا هنا غير مسموح، ودي كانت تاني حاله ايوه، ولكن هو كحكم يعني عاوز يقول ايه مباراه كبيره فمش عاوز اوترها، ولكن لا اعتراض على قرار الحكم لابد في بطاقه هنا كان يجب اشهار بطاقه اللي بعد كده. الحاله اللي جايه دي حاله مهمه جدا، ونشوف هنا لا خلي بالك انت قريب وبنشد بيك في قرارات بعض القرارات داخل منطقه الجزاء، ولكن هنا في مخالفه الراس بالراس والدفع موجود وكان يجب هنا. شوف هنا كابتن الجزيري رايح، حمدي فتحي بيلعب الكره ولكن هنا الدفع موجود. شوف اللعبه تاني هنا، يعني الراجل مش رايح يلعب كره خالص وما عندوش فرصه لعب الكره، ولكن هنا شاف خطا والخطا استوجب بطاقه صفراء على سيف. نشوف الجزيري وهنا هو احتسب المخالفه فقط ولم يشير على البطاقه الانضباطيه اللي بعد كده. الحاله مهمه جدا جدا، ونشوف هنا هل هناك تسلل. لعبه بتتلعب من حسين الشحات اوفر، تميز للحكم المساعد رقم 2 ستوب، نمشي شويه كمان فريم تمام. حاله ايه رايك كابتن بلال؟ حاله صعبه. اه طبعا صعبه، خلي بالك كابتن صعبه. شوف التمركز يا كابتن، نقعد بس انا يا جماعه لو سمحتوا التمركز ده مهم جدا للحكام، وانا بقول هنا بنستفيد من الحكم والمساعدين لحكامنا كابتن اسامه، تمركز الحكم يديك دلالات على القرار الصحيح. هنا شوف تمركز الحكم مع اخر تاني مدافع، وبالتالي هنا مفيش تسلل. خلينا نمشي ونشوف هنا هو خلى اللعبه تواصل، ونشوف هنا الكره هنا فين. طبعا الكره تسبق والناس مغطيين وهدف صحيح، مفيش فيه اي مشكله كابتن ايمن. الحاله بعد كده يا الله ارجع تاني ستوب 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 ستوب. مين بيجري كان في موقف تسلل؟ رجع لي لحظه اللمسه بس من فضلك شريف، رجع لي. يعني هنا كابتن هنا في موقف تسلل، هذه الحاله تيبيكال هي حاله مباراه الداخليه والزمالك. بالظبط بالظبط، هذه الحاله هي حاله المان سيتي مع اليونايتد. تمام، امتى انا بعاقب اللاعب في موقف تسلل يا كابتن بلال؟ لو متداخل. امتى بعاقبه؟ لو متداخل، لما يتداخل في اللعب أصلا. يتداخل مع المنافس، صح، عمل محاوله تنافس مع المنافس، اثر على المنافس، مظبوط، ده اللي احنا بنحاسبه. ولكن هنا نشوف هنا الحكم المساعد، يلا خلينا نمشي ونشوف هنا. شوف 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 راجل هنا جري وما اثرش بحاجه خالص، وبالتالي هنا سامح بثمر اللعب. ونشوف الهدف اللي جاي ده، هدف لمحمد شريف، هدف صحيح 100%، وهنا يحسب للمساعد ان هو ما استعجلش في رفع الرايه. ده في حاجه تانية نشوفها. تمام، شوف هنا كابتن الاثنين بيجروا، يلا تمام، وهنا حمدي في موقف سليم، وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح بالهدف. ونشوف الحكم المساعد رجع تاني، وده تميز الحكم المساعد. حاجه تانية اخر حاله دي كانت بعد، ولكن بنقول يا كابتن بلال مجمل الحكم زي ما قلنا الحكم لا قراراته لا تؤسس في نتيجه المباراه، تحرك بشكل كويس، عنده اجابات كتيره جدا جدا باستثناء حاله واحنا اختلفنا فيها ربما ممكن كده او كده، ولكن بقول بشكل عام حكم نجح في اداره المباراه. صحيح، اداؤه كان افضل 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 بكتير من مباراه الارجنتين والسعوديه، من مباراه انجلترا وويلز. مبروك للنادي الاهلي، وبالتوفيق ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي باذن الله. اتمنى ان شاء الله باذن الله يحصل على بطوله، وكلنا نتمنى ان الاهلي دايما يسعد كل الجماهير. يا كابتن ايمن مبروك لكم، ومبروك للاستوديو التحليلي، ومبروك لكل الناس اللي هي في الاستوديو بره، يعني مش عاوز اقول لك يعني عملوا مجهود كبير جدا. صحيح، من الكابتن اسلام، كابتن ايهاب، لكل الناس اللي عاملين في قناه النادي الاهلي. ومبروك كابتن اسامه حسن. اذا يا كابتن ناصر، الاهلي مع التحكيم الاجنبي بيكسب بالثلاثه، مباراه بيراميدز مع التحكيم الاجنبي واحد من افضل الحكام في العالم بيكسب ثلاثه، والنهارده ايضا واحد من الحكام اللي حكموا في كاس العالم الاهلي بيكسب ثلاثه النهارده. كابتن بيفرح، ايه السر بقى؟ السر انك انت كحكم كلاعب عندما تقتنع بالحكم بتركز في اللعبه كابتن اسامه، ما تبقاش قلقان. قلق اللاعب من الحكم يوتر اللاعب. مظبوط، يوتره. صحيح،
ويخلي عنده دربكه في في الاداء. انا بنزل الملعب ما بشغلش بالي الحكم بقى خلاص، انا بركز في الشغل يا كابتن اسامه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. صحيح يا كابتن. يا ريت يعني، واتمنى ان شاء الله والحكامنا على مستوى كويس، خلينا نبقى في ثقه ما بين اللاعبين والحكام عندنا في مصر. اكيد هتلاقي المباراه ماشيه باذن الله. كويس، شكرا جزيلا للكابتن. شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا كعادتك دايما، ربنا يخليك. وبينتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والزمالك في الجوله رقم 14 الدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0 مع الرأفه ومواصلة تصدر النادي الاهلي للقمه منفردا. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. معانا صوره جميله لعيبه النادي الاهلي، ومعبره فعلا فرحه جمهور النادي الاهلي وفرحه لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه. ولكن انا عايز اقول لك الصوره دي معبره جدا 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 عن حاله مباراه اليوم. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن اسامه عرابي الف شكر كابتن، امتعتنا. الف شكر ايمن، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، للجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين، وطبعا قبلنا كلنا بقى كمان جماهيرنا العظيمه. صحيح. وان شاء الله بالتوفيق مباراه البنك الاهلي ومباراه المباريات اللي تال اللي بعديها اللي هي في كاس العالم ان شاء الله الانديه باذن الله. كابتن اسامه حسني شكرا كابتن، مبروك يا كابتن مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واللعيبه. وزي ما كابتن محمود الخطيب قال لسه المشوار طويل، عندنا السنه دي تحديات كبيره. مباراه الزمالك النهارده بثلاث نقاط زيها زي مباراه البنك الاهلي القادمه. صحيح. كل التركيز الفتره قليله، النهارده سبت بعد 48 ساعه، بعد يومين بالزبط. مباراه مهمه في مشوار مشوار الدوري. كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي، نقفل من بكره الصفحه ونفكر ان شاء الله في اللي جاي. كل التوفيق. الصفحه اتقفلت خلاص. ان شاء الله دخلنا بكره خلاص ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن شكرا يا كابتن، امتعتني. شكرا كابتن، ومبروك لجمهور الاهلي، والجمهور هو اللي له حق يفرح، واللعيبه اللي حق تركز عشان تفرح الجمهور تاني. فخلاص انتهى الفرح للعيبه، بدا الجمهور دلوقتي. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، امتعتني. شوف كابتن ما شاء الله ربنا يخليك، انتهى الفرح للعيبه ودلوقتي داخلين على فرح. شكرا يا كابتن، امتعتني يا كابتن بلال، ربنا يخليك كابتن، مبروك النادي الاهلي. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وورقه حياه.